بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعيدة جدا وفخورة إنه أكون معكم لايف في مجموعة الباحثين السودانيين. أنا فاطمة الحسن محمد وكنا من الجدة، منطقة الجنيد، قرية الطلحة، تلقيت مؤخر التعليم في مدرسة مختلطة وثانوية في الهلالية، بكالوريوس كاملة معهد عمان الإسلامية، كلية العلوم الطبية قسم الكيمياء الحيوية، الماجستير في الخرطوم كيمياء حيوية برضو في من كلية الطب. عملت الدكتوراه في جامعة نوتنغهام عن الخلايا الجذعية، وخلصت 2017 من حد التنمية الإسلامي، ودي هتكلم عنها بعدين بتفصيل. عشان نكون عمليين شوية، وعشان الطلبة اللي داخلين أدب الجامعات يستفيدوا شوية، هنقول لكم وكيف أنا دخلتها كلية العلوم. أنا حبيت الاستمارة حقتي زي ما أقول لكم، حبيت استماراتكم للقبول. كانت فيها 11 رغبة، ورسلت الاستمارة رسلت الاستمارة عن فيها 11 رغبة. شاءت القرار إنه ما توصل في نفس يومها، وكان جاني اقتراح إنه أنا ممكن أخد رغبة تانية هي في كلية العلوم، كلية العلوم قسم التشريح، اللي هي خريجين تبعون، وكان في كان بيلاقوا يعني فرص عمل كثيرة. فقدمت كلية العلوم قسم التشريح في جامعة أم درمان الإسلامية كرغبة 12 وكرغبة أخيرة. مشت الاستمارة واتقبلت في الكلية. دي كيف أنا اتقبلت. لما بدينا الكورس، كانت بديت التشريح لمدة شهرين، بعدين الجامعة اتقفلت، وبعدين رجعنا بعد 9 شهور أو 10 شهور. عملوا لنا دمج لكل الأقسام، أقسام الكلية اللي هي كانت أحياء دقيقة، كيمياء حيوية، وظائف أعضاء، وكان فيها التشريح. قسم التشريح تحديداً أنا قدمت له في السنة دي، ما كان أتعامل يعني، أو ما كانت تفتح، ما قبلوا فيه أي ناس، فحولت لكيمياء الحيوية ومشيت فيها لحد لما خلصت كيمياء حيوية. بعد خلصت عملت الخدمة الوطنية في الجامعة نفسها أو في الكلية نفسها، واشتغلت فيها كمان متعاونة. بديت فيها كمتعاونة، وبديت فيها ماجستير لأنه كان عندهم عرض، لأنه كان فيها عرض، لأنه الناس ممكن تبدأ ماجستير ويكون مخفض شوية بالنسبة للناس اللي كانوا في الجامعة. فبدأت معهم ماجستير بس كان متأخر شوية، وكان في بعض الاقتراحات من الأساتذة في الجامعة إنه جامعة الخرطوم فيها ماجستير سريع جدا في كلية البيطرة، وبرضه فيه أحياء كيمياء حيوية. فمشيت عملت معهم الماجستير وخلصت الكورسات وخلصت البحث التكملي، بقينا قاعدين على التسليم أو الكتابة. في البداية اشتغلت في مستوصف كتقني مختبرات في المستوصف، لأنه كانت كلية العلوم الطبية ما كانت مسجلة في المهنة الطبية، أو نحن ما كان يعني ما كانت في موافقة من الصحة إنه ندخل في المعامل، وكانت في مشاكل. فكانت المعالجة حقت معالجة الموضوع ده إنه يعملوا لنا سنتين في جامعة أم درمان الإسلامية، ناخد سنتين دراسة وبعد ذاك يدونا مختبرات. فأنا دخلت معاهم البرنامج بتاعت السنتين، قريت معاهم سنة واحدة في الدراسة بتاعت السنة، وإحنا المفروض ناخد بعدها الديجري بتاع المختبرات.
كان في أساتذة بيجونا، وكان كان من ضمنهم إنه في كلمونا إنه في مركز بتاع بحوث ومتخصص في البحوث، إنه يعني بيفيدكم إذا مشيتوا اشتغلتوا فيه بحوث. فأنا مشيت للأستاذ وإنه عندي الرغبة إنه أعمل تدريب معاهم، ومشيت المعمل المركزي اللي هو الوقت ذاك كان في صوبة، وكان المدير بروفيسور عبد الرحيم أحمد حسين محمد الحسين. أخذت تدريب في وحدة الكيمياء الحيوية، وكنت جزء من كنت جزء من 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 مجموعة أو جزء من مشروع بحثي اشتغلت معاهم، وكنت لأنه يعني خبرة كيف أشتغل العينات الدم وكيف نشتغلها وكيف نفصلها، فقعدت معاهم فترة. التدريب خلص التدريب خلص، الفترة خلصت، وجدت يعني لحد لما نخلص البروجكت، وبعدها قدمت إنه أشتغل معاهم. اشتغلت معاهم من 2007. معلش الناس الجو داخلين يا دام، الموضوع عن التجربة الشخصية حقتي، وكيف أنا كيف اشتغلت معهم في قسم الكيمياء الحيوية، ولحد الوقت ده كنا شغالين كيمياء حيوية أو عاملين بروجكت عادية. في 2009 جاء تمويل المعمل المركزي لأنه يبدأ أبحاث الخلايا الجذعية، وكان التمويل جاي من المنظمة العالمية دعم، يعني منهم أصلا منظمة تدعم الأسر، أو يعني بتدعم الكورسات للنساء إنهم يبدوا البيزنس حقهم ويبدوا عملهم. نحن عندنا الفند عشان نبدأ بيها مشروع الخلايا الجذعية. فترة واحدة من المركز مشروع الجذعية، أنا هي مشت عملت ترين كورس، وأنا كانت فكرتي مختلفة، كنت أنا عايزة أعمل فيها درجة علمية. لحد الوقت ذاك أنا ما كانت أي في الخلايا الجذعية. طيب الموضوع كان هو على الخلايا الجذعية، أو وللناس يعني الناس اللي عندها تدري نعرف الخلايا الجذعية، خلايا متخصصة هي خلايا غير متخصصة، ممكن تتقسم يعني استمرار، وتديك تتحول لأنواع كثيرة من أنواع كثيرة من الخلايا، ودي ممكن نفيد منها نعرف أسباب بعض الأمراض، ونعرف بها كمان إنه كيف يعني نعمل معالجة لأمراض معينة، أو نعمل تصحيح أو كوركشن لأمراض معينة. وفيها هي أصلاً الخلايا الجذعية فيها كم نوع. النوع الأول الخلايا الجذعية الجنينية، الخلايا الجذعية كم نوع؟ النوع الأول الخلايا الجذعية الجنينية، ومن الاسم لها إنها هي خلايا مشتقة من الأجنة، وعندها القدرة إنها تتحول لكل أنواع الخلايا الموجودة في الجسم. في النوع الثاني الخلايا الجذعية الموجودة في الأعضاء، أعضاء الكائن الحي، ودي هي بتكون زي مخزون من الخلايا لما يحصل أي تلف، في النسيج العضو، هي بعدها بتقوم بتتحول لخلايا حقت النسيج المعين او العضو المعين عشان تعمل ترميم للاعضاء. في ثاني الخلايا الجذعيه انها بتكون
خلايا اللي بتكون في خلايا اللي هي الموجودة في الدم الطرفي. أنواع الخلايا دي لكل الأنواع بتتحول من النوع المعين أو لنوع العضو اللي هي موجودة فيه أو النسيج اللي هي موجودة فيه. في نوع تاني من الخلايا الجذعية، دي أصلا كانت خلية عادية، لكن خاصية إنها تتحول لإنها خلايا جذعية استحدثت فيها أو تعمل لها إعادة برمجة عشان تبقى خلايا جذعية. الخلايا الجذعية ومشروع الخلايا الجذعية في السودان بدأ من بدري بدري شديد، تقريبا من 2007. تقريبا من 2007 كانت في مجموعة اسمها مجموعة أبحاث الخلايا الجذعية، وتقريبا لسه موجودة يعني. كانت بتضم أو هي ضمت رؤساء مدراء جامعات ومؤسسات بحثية ومعاهد بحثية وناس علماء وناس مهتمين بالأبحاث الجذعية. في 2009 تمت مخاطبة المجمع الفقهي الإسلامي عشان يستفتوا في الحكم بتاع إنه يستخدموا أبحاث الخلايا الجذعية. في نفس العام، الخطاب كان في 2007 شهر 3، في 2007 شهر 6 رد عليهم مجمع الفقه الإسلامي إنه موافقته على إنه يتم أو عدم إنه موافق على إنه تنشأ أبحاث الخلايا الجذعية في السودان، وأخذوا منهم الموافقة. فكانت عندهم بعض النقاط كانت المهمة، إنه الخلايا الجذعية هو اللي أصلا كان الاستفتاء عن الخلايا الجذعية الجينية، كان الاستفتاء عنها إنه هي حلال ولا حرام والحكم. كان إنه موافقة المجمع الفقهي الإسلامي، وكان موافق بس كان عنده شروط. الشروط الأولى فيها إنه معلش هقراها من هنا، إنه الهدف من الاستخطاب يكون مرجح ومعتبر شرعا، وإنه ينتفي منه الآثار الجانبية الضارة للبحث اللي إحنا ممكن نشتغله، وإنه يكون مصدر الخلايا متبرعا به يعني، أو مصدرها ما يكون زول مشترينها من زول. تمام، فهذه الحاجة اللي أنا أخذتها كانت تتم برضه موافقة من يعني يكون عارف الزول المتبرع، يكون عارف انه هو متبرع لخلايا جذعية وهو ما عايز فيها قروض او ما بايع يعني الحاجة دي. وبعدين كان اخذت انه ممكن الجنين الناتج من الإشهاد او التلقائي او الإشهاد بأمر الطبيب او من المبيضات الملقاة الفايضة في الخصوبة والأنابيب وكذا. تاني كانت في مصادر محرمة من يعني في كان ذاكرة مجمع الإسلامي إنه ما ياخدوا مصدر الخلايا يكون من الجنين المسلم عمدا، تمام، أو ما يكون الجنين ملقح بطريقة غير شرعية. وكمان قال إنه ما نعمل الاستنساخ العلاجي. دي الحاجة اللي كانت طلع الخطاب بتاع مجمع الفقه الإسلامي. طيب، بعد الموافقة من مجمع الفقه الإسلامي، بعد التمويل اللي لقيناه من المنظمة العالمية لدعم الأسرة، أنا مشيت عشان أعمل تريننج. كيف انه انا تحصلت على التريننج؟ لانه انا في المراحل حقتي كلها ما كان في خلايا جذعية، ولا اكون في درجة علمية في خلايا جذعية. فانا اخش في المرحلة كان يعني شوية، لكن مشت الامور الحمد لله. فكان في الاول انه انا دايرة اخذ الدرجة العلمية او الدكتوراه في الخلايا الجذعية، وكان المشروع انه كان المشروع أنا أجيب خلايا جذعية أحولها لخلايا حقت كبد، وأعمل لها عدوى بالتهاب الكبد الوبائي، بدأت أجرب فيها مستخلصات نباتية سودانية. كان البحث كان بإشراف
باسل نصر الدين عبد الهادي، المفروض يكون في جامعة الرباط، وبديت فعلا الإجراءات في الرباط. الحاصل إنه أنا عشان ألقى سنتر تعبني أو مركز بتاع بحث يستني، كنت بتقدم لكل المراكز. الفترة اللي خطيت خطة العالم قدامي لكل المراكز البحثية في الخلايا الجذعية، ووصلت ليها تقريبا. أنا خطيت لكم الرابط بتاع مراكز الخلايا البحثية في العالم، خطيته لكم في فايل حرفه لكم بعد شوية. جايب خريطة العالم وفيها كل المراكز البحثية الموجودة. أنا تحديدا عملت كليك أو راسلت كل الناس الموجودين دي. بس معلش أنا يعني هتكلم بتفصيل شوية عن تجربتي عشان يمكن يعني تفيدنا أو يعني تكون ملهمة يمكن إلى حد ما. فعملت كليك أو راسلت كل الناس كل المراكز البحثية الموجودة. تحديدا أنا بديت أراسل من شهر 2 لحد شهر 8. في ناس طبعا يعني بيكونوا متجاهلين أصلا ما يردوا، وفي ناس بيردوا يقولوا نحن البحث حقيقي ده نحن ما حقنا أو ما المجال حقنا، وفي ناس تاني عادي يعني بيردوا ردود ما مفهومة. لحد شهر 8 2009، شهر 2009 رد عليا دكتور من اسكتلندا انه فعلا هو شغالين في نفس الحاجه اللي انت عايزاها، يجيبوا خلايا جذعيه بيحولوها لخلايا حقه كبد، وبيعملوا ليها عدوى بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي. لكن النموذج اللي انت عايزاه لسه ما جاهز، لكن ممكن تجي تتدربي عندنا. فقلنا اذا اوكي نحن نمشي نتدرب ونجي راجعين عشان نعمل نبدأ البحث بتاع الخلايا الجذعية في السودان وفي المعمل المركزي. فعلا مشيت 2009 نفسها، اتعلمت كيف اتعامل مع الخلايا الجذعية وكيف احولها لحقة كبد. وكان المفروض لما اجي راجع السودان انه احنا نشتري الخلايا دي ونعمل عليها شغل، فكان عشان السودان والحصة هو ما تحصل على الخلايا. كان الثاني أو كان الثاني أو الحاجة إن إحنا يعني ممكن نمشي ليها إنه نحن نستخلص الخلايا دي يعني كاملة مننا من عندنا فعلا عندنا بعد تخصيب وأطفال طبيب كتير. تم التعاون، تمت اجتماعات مع مركز خصوبة الطبيب، وأولى المفروض أتدرب أتعامل مع الأجنة عشان تدربت و معاهم فترة. مشكلة إن أنا الناس تاخد تدريب على إنه كيف تطلع خلايا جذعية من الأجنة. كانت التدريب فيها صعب شيء او ولا الممكن تدريب كانت مرضى شديد تدينا فرصة وكذا. اللي احنا خدناه كان بسيط جدا بيكفي انه ايه انا اعمل عشان احنا الخلايا الجذعية حقتنا السودانية. المشكلة الأولى كان ما كفر التدريب، وكمان غير المتابعات كانت متوفرة، وقدر التمويل اللي كان جانا ما كان يغطي. فخلاص انا بقيت اكتفي انه انا دايره حقتي لا جزئيه وقطع يعني فرديه لي مش عشان المجال لا جزئيه في السوق. كانت انا فكرتي انه خلاص ما احنا لسه ما نعمل الحاجه
خلاص الناس وبعد تقدر تعمل. والحمد لله الآن يعني عمل المركز أنا دعم واللي كان اسمه درجة في الخارجية، وأنا جامعة إحنا ثلاثة في الجزئية لو تسهل الله لقي ونشط في الخليج السوداني، لأنه في ناسين يشتغلوا في الخليج في السودان. إنه أنا عايزة الدكتورة في الخليج بس ما أقول يعني الآن راح أتكلم إن هي بنك التنمية الإسلامي أول حاجة بنك الإسلامي بنك إضافي من الإسلامية السودان أول المساهمة حق السودان في البنك هي 5% وهي 5%، والبنك الإسلامي عنده مشاريع كثيرة بيمول من بين ال بعثية هي بكالوريوس معلش في ناس صوت بيقطع ما أعمل شنو أنا في الأخير اللي سير الدرس هو ما أعرف طالع منه أتخيل لي أنا سمعت قبل إنه ما كانت في رئيسات كثيرة أبوسي الغاية كنتوا قلوب زعلانين فكله بيخلي بيعمل تقرير ما أعرف شنو